أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج بيت للكل. ومن بداية شهر مارس، شهر آذار اللي عم نمر فيه، والتحضيرات مستمرة لشهر الخير، شهر اليمن والبركات، شهر الدعاء والابتهال إلى الله بالمغفرة والرحمة، وأيضا شهر التكافل اللي هو واحد من أهم سمات شهر رمضان الكريم، أن الناس تتعاون وتكون واقفة جنب بعضها بهذا الشهر الفضيل. صحيح. سلام. إن شاء الله يا ربي كل الوطن العربي والأمة العربية والإسلامية يا ربي يهل عليها شهر رمضان الأمن والسلام، زي ما حكى سلام اسمك من من الكلمة. يعني هو شهر للتكافل، هو فرصة أيضاً للصداقات اللي يمكن أبوابها كثيرة جداً في شهر رمضان المبارك. يمكن شاهدنا شافكي وسلام يمكن في دول حصلت فيها زلازل، يمكن إغاثة المنكوب والملهوف أيضاً، يعني هاي باب من أبواب الصدقة في شهر رمضان. فيعني ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فإن شاء الله يا ربي كلنا نتسارع لعمل الصدقات في شهر رمضان المبارك. أكيد. أولاً كل سنة وأنتم طيبين مقدماً يا رب. وأنا سعيدة جداً أنه أنتم جيتوا مصر في الوقت ده، وأكيد أنتم حسيتوا في الشارع المصري بكم بقى التكافل والاستعداد أنا اشتريت شوية حاجات لرمضان، زينة العيد، زينة رمضان. زينة رمضان عندنا كمان عادات وتقاليد لطيفة. هي الأجواء واضحة في الشارع المصري من الآن، يعني في روح رمضان واضحة. أكيد. أيوة. أكيد. فبتحسي، عايزة أقول لكم أن الروح دي مش بس في الشراء والشارع، لا، الناس بتستعد لهذا الشهر طبعا دينيا، ده أكيد، يعني ده هو ده الثواب الأكبر. ولكن كمان البيوت تتزين، الشوارع تتزين، الناس تستعد، ويبقى يقول لك يعني رمضان جي، يعني رمضان ده شهر كده له يعني طقوس لطيفة اجتماعية جدا. وأكيد نفس الشيء موجود في فلسطين، ونفس الشيء أكيد موجود أكيد في الأردن. يعني أكيد، يعني هي العادات في شهر رمضان في الوطن العربي في تشابه كتير كبير، يمكن في بعض من الطقوس اللي يعني لكل واحد من الدول العربية بتختلف عن التاني بشغلات بسيطة، لكن كلنا بنجتمع على نفس أكيد العادات، ويعني مدفع رمضان، المسحراتي، الفول والزبادي، الفول، يعني كل الحاجات، الحلويات، القطايف. أكيد. روائح رمضان إذن قادمة. وطبعا لأنه يعني أحمد مش موجود معنا في الاستوديو، فإحنا تعالوا نروح لأحمد، كلنا إلى العراق، إلى زميلنا العزيز أحمد اللي كمان هناك. هنعرف مع أحمد يا ترى إيه اللي بيحصل في العراق، وإزاي أهلنا في العراق بيستعدوا وبيحتفلوا بهذا الشهر الكريم. إلى أحمد في العراق. حقيقة اليوم المدائح والابتهالات النبوية المباركة ستكون من خلال شهر رمضان المبارك، هي الصورة اللي راح ننقلها من العراق بصوت المداح والقارئ طارق الكرخي. مساء الخير عليكم، نورنا في برنامج بيت للكل. نورنا. الله يسلمك. حياك الله. حياك الله. من خلال برنامج بيت للكل نريد نوضح بأن عندنا طقوس خاصة في شهر رمضان المبارك. دائما المداح يتواجد في شهر رمضان المبارك وفي المناسبات الدينية، شلون هذا الموروث اخذته، وعن منو بالبيت كان قبلك مداح، وهذا الصوت الجميل منين امتلكته؟ والله اخي العزيز، احنا هذا المولود اخترتناه من ابائنا واجدادنا بالتكايا، زين، التكايا المعروفه يعني على مستوى العراق، زين. فبشهر رمضان تختلف الامور، زين، اجواء رمضانيه، وهي بالتكايا بالأئمة، نقرأ المحافل الدينية بالمحافل الدينية. خلينا نسمع شيء بالبداية، شو نسمع من عندك، تواشيح أو مدح؟ لولا الجناح مني كسير، لولا الجناح مني كسير، لكنت بالحال للحجاز يطير. يا سلام. فيقيني بمحمد فيقيني بمحمد جبر كسرين،
فكل كسرين بمحمد مجبور. الله الله، طيب الله انفاسك على هذا الصوت الشجي بالمدح النبوي. أريد أسأل دائما مثلا المداح شنو يحتاج؟ مثلا أي شاب مقبل لقضية المدح النبوي والابتهالات الدينية، شنو اللي يحتاج من مؤهلات؟ دراسة المقام، الحفظ، شنو المؤهلات اللي تخليه يعني يكون مداح ناجح؟ والله أستاذ المقام، المقام يعني هسه احنا شقد جاي، أنا صار لي 30 سنة اللي حافظ بس 4 مقامات، المقام يراد له، المقام يراد له قانون، يراد له دراسة، مثل الأساتذة القنبنشي يوسف عمار زين، يعني من أساتذة المقام العراقي زين. فالمقام مو لعبة، يعني ساني صار 30 سنة أقرأ يعني محافل دينية زين، بس لما نجع على المقام، المقام أتحسس به. ليش؟ لأن المقام مو لعبة. أكو أساتذة تقول لي وين رايح أنت أستاذ طارق، هذا عندك نشاز هنا نشاز هنا زين، مو لعب المقام. يعني تحتاج دراسة المقام. إيه دراسة زين. شنو مثلا شلون واحد يكتشف نفسه؟ لازم يمتلك الصوت الجميل. نعم. ونعم يعني قضية دراسة للمقامات اللي موجودة، لأن يعني كل المدح يعتبر المقام هو الأساس في طريقة المداح. يعني تعرف المفروض كل المقامات حتى تقدر تأديها بصورة صحيحة. نعم، لازم المقام العراقي. يعني المقام العراقي يبدي يعني هو أصالة الغنى العراقي. احنا الغناء العراقي، المقامات، وعندنا ايضا الاطوار اللي موجوده في كل محافظات. نعم. الشمال، الشمال لهم اطوار خاصه. نعم. الغربيه لهم اطوار. نعم. حتى الاوساط والجنوب. نعم الجنوب. نعم هذا اللي يمتاز به يمكن لون الاداء العراقي. الاداء العراقي اكثر شيء تلقيه بغدادي بالمقام يعني، والاغنيه يعني البغدادية. عندك ناظم الغزالي، عندك يوسف عمر زين، عندك القنبنشي الشعوبي. الشعوبي يعني ناس اساتذه، يعني احنا بالنسبه لنا، بالنسبه يعني شو اقول لك، بالنسبه لنا اذا نجي نبهم ونقعد يعني بعيد، مسافه بعيده زين. التاهيلات يا اخي العزيز، هسه الشباب وين احنا يعني احنا طورنا هسه وين، وطور هاي الشباب اللي اجت. فالشباب هسه بهذا الجيل يختلف من على الجيل السبعينات والثمانينات، تختلف. لما تيجي تقرا قدامه يعني يستغرب او يشوفها فد شيء لون حلو زين. شنو المقامات دائما القريبه لقلبك، دائما تقول انا مثلا ابدع بهذا المقام بطريقه المدح؟ والله انا متولع بالصبي. بالصبي هسه اللي قريته اللون يعني متولع به. والمقامات هوايه. نسمع شيء ثاني من عندك. وحماك لا تعذبني غافر غافر عظيم المني ساتر عيوني عني أنيب حماك بني وحماك لا تعذبني غافر. بس انت تدري بهمي دمعني هيمني، بس انت تدري بهمي بدمعني هيمني. فكني وزير العزم خلاني اجذب واني غافر غافر عظيم المني ساتر عيوبي عني وحماك لا تعذبني غافر. بالنادم أصبح وأمسي غرقان ألوم بنفسي، بالنادم أصبح وأمسي غرقان ألوم بنفسي، لكن تبدل ياسي لكن تبدل ياسي. بالله حسن الظن بالله حسن الظن غافر. الله الله الله، طيب الله انفاسك. الله يسلمك. الله يسلمك. حقيقه اخذتنا هيك باجواء ساحره بهذا الصوت الشجي. الله يسلمك.
شكرا جزيلا للزميل أحمد شكري من العراق، وهذا التقرير الغني والزاخر بالمعاني الفنية والطربية اللي على ما يبدو بأنه العراق فاتت يعني جاهزة هلأ هي لشهر طبعاً رمضان. طبعا كله جاهز. أيوة، ولانا يعني بتخيل الأجواء الرمضانية أكيد في الأردن في إلها طعم خاصة وترتيبات خاصة وتحضيرات، حكي لنا شوي أكثر عن الجو الأجواء في الأردن من شمال الأردن لجنوب ومن كل مناطق الأردن والمحافظات نفس العادات. ما يميز شهر رمضان انه الاسره الاردنيه بتبدا تجهز، يعني احنا كل اسرنا هلا بلشت وانا بلشت اجهز لشهر رمضان. اللي بيميزها انه اللي هي صله الرحم بتصير واضحه كثير بشهر رمضان، لمه الاسره، لمه العيله، كل الاسر الاردنيه في شيء واحد بتجتمع ايضا عليه، هم وقت الافطار بيكونوا انا رح احكي يعني متحيز شوي، لكن بكل موضوعيه بيكون الكل حاطط على شاشه التلفزيون الاردني بيستنى انه الاذان، الاذان هلا بده يعني يقدر. أيوة. فبتكون لمه الاسره في هاي الوقت على شاشه التلفزيون الاردني، وبعد هيك بتبدا اجواء ما بعد الافطار. اول شيء ببلشوا فيه دائما المجتمع الاردني الشاي، القهوه اكيد اكيد، وبعدين هيك السهرات واللمات الحلوه. الاسر بتتزاور بشهر رمضان بشكل كثير اوضح واكبر يعني. اكيد السحور كمان، ايه الاخبار السحور؟ انا بدي احكي لك يعني هلا السحور هو لازم في شهر رمضان كل الاسر الاردنيه، بس هلا بيستمر عندنا السهر طول الليل لوقت السحور لحد ميعاد السحور، يعني زي مصر في أكيد نفس الشيء. طبعا اكيد في فلسطين يعني. طيب خلينا كده نروح، بما انه لانا موجوده هنا خليني انا اخذكم ونعرف ماذا يحدث في الاردن، يعني كيف يستقبل اهلنا ويستعدوا للشهر ويستقبلون شهر رمضان المبارك. إلى الأردن. الأردن، هذه الشوارع والطرقات والمساجد والأسواق وكل هذه المعالم الرائعة في المملكة الأردنية الهاشمية تتغير بشكل جذري مع نهاية شهر شعبان وبدء تلمس هلال رمضان في الأردن. فالناس هنا تنتظر الشهر الفضيل بفارغ الصبر حتى تنتعش الأرواح وتمتلئ القلوب بالفرح وتعبر بالإيمان والتقوى. قبل أيام قليلة على وصول الشهر الكريم إلى الأردن تنشط الحركة التجارية في الأردن، فكل العائلات تسعى لشراء ما يلزمها في شهر رمضان دون نسيان الزينة الرمضانية الرائعة التي تبدأ بالانتشار كل يوم حتى يعلن وصول شهر رمضان إلى الديار، وما أن يتم إعلان الشهر الفضيل في وسائل الأعلام حتى يبدأ الطقس الأول من طقوس شهر رمضان وهو صلاة التراويح. فكم يكون المسلمون في الأردن مشتاقون لهذه اللحظة بعد مرور عام كامل على غيابها. فيتوجه الناس رجالاً ونساء إلى المساجد القريبة لأداء صلاة التراويح وعقد النية على الصيام في هذا الشهر والدعاء إلى الله عز وجل. من الأشياء الجميلة في الأردن مع بداية اليوم الأول من شهر رمضان هي الخيام التي تنصب في الساحات والأحياء، وهذه الخيام تتحول إلى مضافات تقام فيها الموائد الرمضانية الرائعة للفقراء ولأبناء الحي، وليكون الجميع مجتمعين مع بعضهم البعض يتناولون الفطور الرمضاني مع عابري السبيل والمحتاجين في جو من المحبة يسمو بأرواح عباد الرحمن الذين يسعون للخير في شهر الخير. لا شيء أجمل من لمة العائلة في شهر رمضان، ففي هذا الشهر الكريم تجتمع العائلات مع بعضها البعض إما في وقت الفطور أو في السهرات الرمضانية بعد صلاة التراويح. فأهل الأردن يقضون ساعات النهار في عملهم بانتظار لحظة أذان المغرب، ومع اقتراب موعد الأذان تجتمع العائلة الأردنية حول المائدة الغنية بالأطباق التقليدية التي يحرص أهل الأردن على أن تكون موجودة على سفرتهم، ومن أهمها وأشهرها في المملكة المنسف الذي يعتبر سيد المائدة. الله أكبر الله أكبر.
ولا ننسى العصائر المفضلة في الأردن كالتمر الهندي وقمر الدين والجلاب، يحضرون الحلوى الرمضانية أيضاً فوراً بعد الإفطار. بعد وجبة غنية يبدأ وقت الشاي الأحمر مع بعض قطع القطايف اللذيذة، حتى حين الاستعداد للرجال والنساء للذهاب إلى بيوت الله لأداء صلاة العشاء والتراويح. وفي هذه اللحظة تكون القلوب سعيدة بما فعلت من خير خلال النهار ومن طاعة وعبادة لله عز وجل، فتجدهم جميعاً صفاً واحداً بين يدي الله عز وجل طالبين الرحمة والمغفرة والعتق من النار. القلوب سعيدة وتواقة لهذا الشهر الفضيل بكل تأكيد. تابعنا المدائح من العراق وتابعنا التحضيرات من الأردن، وأيضا جئنا إليكم بتقرير خاص من فلسطين والمسحراتي من القدس، ونكهة خاصة لهذه اللمحة التعاونية المجتمعية في أبهى حللها في شهر رمضان. ابقوا معنا نتابع هذا التقرير. يا نايمين اصحوا صلوا على النبي، يا نايم وحد الدايم، يا نايم وحد الله. شهر رمضان موسم روحاني له طقوسه المزدانة بكل هذا البهاء المفعم بالطمأنينة والوقار، ومن بين شعائره القيمية المسحراتي الذي يضفي على الشهر الفضيل واحدة من بين جماليات كثيرة. ورغم تلاشي المسحرات من المشهد الرمضاني، لكن هنا في القدس لا زال مواظباً على الحضور. يا نايم وحد الله، يا سامعين ذكر النبي على المصطفى صلوا. وللمسحرات مذاق خاص في أزقة المدن التاريخية النبضة بالحضارة والتاريخ كمدينة القدس المحتلة، رغم أنه محفوف بالمخاطر بفعل إجراءات الاحتلال التي تمنع قطعاً أداء الفروض الدينية والاجتماعية وسائر العبادات التي تشكل متن موروثنا الديني الحضاري، لكن صوت المسحرات يخترق جدار الصمت والصوت ومحاذير الاحتلال أيضاً ليعلن ميلاد يوم جديد من أيام رمضان المبارك. دايم وحد الدايم، يا نايم وحد الله، يا نايم وحد الدايم. هي حارات القدس وشوارعها العتيقة، عقبة الرصاص، الشيخ ريحان، باب المغاربة، الحي الأرمني والمسيحي، وكافة الحارات والشوارع والأزقة بمسلميها ومسيحيها يستقبلون المسحرات بزيه المقدسي الأصيل وصوته الشجي الذي يبوح بالأذكار والأدعية والأهازيج المتوارثة جيلا بعد جيل. وخشيتك ومحبتك وتحقيق لآمالنا يا رب يا كريم. يا نايم وحد الدايم. هي القدس يا سادة بكل ما حباها الله من طهر وعفة وقداسة، تحرس حلم البقاء حتى الفجر الموعود. قوموا على صحوفكم، أتى رمضان يزوركم. فعلا مشاهدينا، بعد ما تابعنا هذا التقرير اللي بيحكي عن طقوس شهر رمضان في مصر،
في مصر كل تفاصيل شهر رمضان بتعطينا روحانيات يعني مختلفة تماماً. زي ما شاهدنا التقرير، رمضان كريم في شعب وشهر كريم أيضاً، يعني التفاصيل الموجودة فيها من المسحراتي، من المدفع، من فوانيس رمضان، من الابتهالات الرمضانية المصرية الحلوة، وفي تفاصيل أكيد شافك عندك أكتر مني. هي لأنا هي تفاصيل اجتماعية، يعني تفاصيل اتربينا عليها جيل بعد جيل بعد جيل، وحتى الأطفال عندهم تفاصيل. وزي ما احنا كده عندنا النهاردة البهجة اللي موجودة في الاستوديو من أساسيات رمضان بوجي وطمطم، فخلوني كده أرحب بالأستاذة فوقية خفاجي. طبعا يعني انت من ريحة الحبايب كمان، يعني الفنان رحمي المؤلف والمخرج ومصمم العرايس والمبدع اللي كان بيبدع في رمضان الحقيقة. فيعني ودي حالة الإبداع اللي حوالينا، يعني أنا سعيدة قوي وهم حواليا، بجد مبسوطة بيهم جدا، يعني منورانا. أهلا بيك، كل سنة وانتم طيبين وكل أطفال العرب بخير. الله يخليك أستاذة فوقية خفاجي. دقائق قليلة ونروح لتقرير مع السادة المشاهدين ونتابع عن إرث وتاريخ ترك لنا إياه الفنان الراحل محمود رحمي. ابقوا معنا مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير وإياكم. ست فوقية، مرة تانية منرحب فيك. أهلاً بيك. يعني إحنا شايفين هاي العرايس، وبوجي وطمطم يمكن هم مش بس عرايس ودمى زي ما بعض ناس يمكن ما بيعرفوا عنها أشياء كتيرة، هي حالة علمت أجيال كتير من التعاليم اللي ممكن إنه يتلقوها على يعني على أيدي مدرسين وفي المدارس وعلى مقاعد الدراسة. وإحنا بدنا نشكرك لأنه بعد مرور هالسنوات الطويلة هاي، لكن أنت ضليتي محافظة على هاي العرايس، ويعني بتحاولي أنه تخليها في حالتها الأنيقة الجميلة اللي عم نتفرج على تفاصيلها داخل الاستديو. خلينا نحكي شوية عن هذا الموضوع. العرايس دي إنتاج فنان مصري مبدع جميل حب بلده وعملها الشخصية المصرية الخاصة بيها. الطفل المصري ما كانش عنده شخصية بتاعته، ما كانش فيها الأرجوز، لكن هو كان فنان تشكيلي عايز يعمل الشخصية المصرية. أيوة. عمل الشعر في التلفزيون من سنة 61 وهو كان طالب فنون جميلة، فهو يعني كان بيروح السينما، بيقول كان بيروح السينما، كان على لسانه الكلام ده، كان بيروح السينما كان بيجيبوا حاجة كده كرتون قبل الفيلم، الحاجات دي بشخصيات غربية بتقاليد غربية مش لموضوعنا ولا عرب ولا تقاليدنا العربية ولا أصولنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا. فكان همه الوحيد في حياته كفنان مصري يعمل الشخصية المصرية للطفل المصري. هو فنان تشكيلي قسم نحت، ساب النحت وساب التماثيل، وكان حتى أستاذه كان جمال السجيني كان بيقول عنه أنه هيعمل انقلاب في عالم النحت، فهو ساب كل ده واشتغل في التلفزيون سنة 61 وعمل هذا القسم، قسم العرايس، إن هو من خلال الشاشة هيطلع رسالته للإنسان المصري البسيط حسب إن هي الشاشة هيشوفها الملايين.
غير ان هي مثلا قاعه الـ 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 العروض الاعمال الفنيه والتصوير ما بيروحهاش للناس المسؤوله بس او المهتمه بالفن التشكيلي، لكن هو اشتغل في التلفزيون على حسب يوصل رسالته يوصل للشعب والناس يعني. والانسان المصري البسيط من خلال شخصيات عملها بطريقه لذيذه ومحببه وجميله في الشاشه، بهجه وحركه حلوه وكلام حلو وغنوه حلوه ولحن حلو، كل مصري وصل لكل قلوب المصريين. فما وصل بعمل الاف العرايس لما وصل لبجو طمطم سنه اول اذاعه 84، فقد ايه كان سعيد ان هو وصل لحلمه ان يعمل الشخصيه القوميه للطفل أكيد. المصري. طيب انا دلوقتي طبعا وجود طمطم جنبك، وطمطم كان بتعمل الصوت الفنانة هالة فاخر، أيوة. وبوجي كان بيعمل الصوت الفنان يونس شلبي. بوجي وطمطم كانوا عايشين ازاي مع رحمي في البيت؟ هي بوجي وطمطم اتعملوا عنده في أتليه بتاعه، بقوا ملكية شخصية طبعا، فيروحوا يصوروا في التلفزيون ويرجعوا تاني بيتهم ويرجعوا تاني. فبوجي وطمطم هو عمل متكامل من اللاين بتاع رحمي، تشكيل للشخصية، لونها، اختيار اسمها، اختيار الفنان اللي هيعمل صوتها، كتابة ليها دورها الدرامي اللي هتقوله هتقول ايه، رسالتها ايه، الاخراج. فكلها كان رحمي. دول في بيته اكنهم اغلى من ولاده. ايوه يعني احمد ابن الصغير ده عنده بوجي اغلى منه. عشان بوجي ملك الملايين. صح. بيقدم رسالة جميلة، بيربي وجدان طفل، بيربط الطفل بكل مصريته بهويته العربية. وكمان هو كمان مش مصري كمان، كان البلاد العربية كان بيشوف شغله، وأما كان بيسافر العراق ويسافر فلسطين عشان هو كان مهموم بالقضايا العربية، كان يبقى أي سعيد قوي قوي إن الطفل العربي كمان بيشوف بيتابع شغله وبيحب شغله. طيب استاذه فوقيه، يعني أيوة. احنا عم نحكي على عرايس، هو ما كانش مجرد عمل فني، يعني حوار وشخصيات عم تحكي مع بعض، هو كان عمل استعراضي بشكل أيوة. عام أيوة. هذا بتطلب اكيد انه عنايه خاصه بهاي الدمى وتطوير وترميم لها، بنشوف اللبس والشعر والشكل، عمليه الترميم لهي الدمى قديش كانت مهمه صعبه؟ لا هي مش الترميم اللي صعب، هو الاول الفنان الرحمي ان يبقى شخصيه في دماغه يرسمها. احنا انا تحت درسته في التلفزيون كنت مصممه عرايس، بس انا لما اتجوزنا بقيت انا بعمل له شغل وبنفذه، معايا ناس كويسه قوي في التنفيذ، هو استاذهم برضو، فكنا بننفذ العروسه. العروسه بتاعته زي ما هي مرسومه على اللاين تطلع التشكيل ده. العروسه نفسها ليها بقى دور درامي هو بيكتبه، ليها مصمم ازياء بيعمل لها ازياءها، لا مصمم ديكور في الاستوديو بيعمل لها الديكور. الصوت ما كانش اي حد، هو يختار الفنان اللي هيعمل الشخصيه، يعني لما يعمل بوجي اختار الاستاذ الجميل يونس شلبي اللي كان شخصيته راكبه على بوجي قوي. كان بيقول انا ما اقعد على القهوه ما اكيد ما عملتش في حياتي الا بوجي، عملت مسرحيات وعملت مسلسلات، هو انا بوجي. فهو عمله حلو قوي كلهم الحقيقه. الفنانه الجميله هالة فاخر شقاوي طمطم بثقافتها بجمالها، طمطم عم شكشك اللي رأفت فهيم، مرمر، وطنط شفيقه الفنانه انعام سلوسه. الفنان بياخد الشخصيه بيشوفها بيعدها الكاركتر بتاعها، فكل الشخصيات فعلا الفنانين كلهم ادوا الشخصيه كاركتر بتاعها جميل قوي وعايشه وتبقى ثابته بالصوت عشان ما تتغيرش. الاستاذ سيد عزمي زيكو، الاستاذ ماهر سليم زيكا، كل شخصيات نجوم. وهي كان هو بيقول نجمه، يعني بوجي طمطم عندي رحم نجوم طبعا، نجوم طبعا في عالم الطفل طبعا. يعني ما يقلش عن اي نجم كبير، بالعكس الشغل الاطفال اختار رحمي شغل صعب، مجال صعب، اختيار صحيح. فن الطفل، انا بحب بلدي بطريقتي، اخترت فن الطفل اللي هو بينمي الطفل بيبقى المستقبل. فهي الشغل للاطفال اصعب كتير قوي للاطفال. شوفي ست فوقيه، يمكن انا بدي اوافقك في هذا الموضوع، فن الطفل فن مش سهل ابدا. أيوة. لانه انت بتخاطبي فئه بتاخذ منك وبتخزن وبتكون شخصيتها لانه أيوة. هي مؤثره. ويمكن انا بس بدي استذكر لانه انا اول ما بلشت في برامج الاطفال. على فكره لحد الان من اصعب البرامج أيوة. اللي تم عملها هي برامج الاطفال. أيوة. بس السر بانه
كيف استمر هذا العمل؟ يعني أي فن أو أي عمل ممكن أنه يمشي سنوات بسيطة، 5-8 سنوات، وبعد هيك يبدو أنه ببلش أنه يخبو، لأنه بتطلع عنا أشياء جديدة وبتتطور الدنيا والسنوات، لكن هذا العمل استمر لسنوات طويلة. شو سبب استمرار؟ المصرية الشديدة، مصرية، البيئة اللي حواليه دي بياخد، بيقول كان هاخد منين؟ باخد من اللي حواليه. فاخذ من مصرية، الحارة المصرية اللي عملها في الديكور، وخلى الشخصيات دي تتعامل وتتصور مع الممثل البشري، عمل حالة من الطبيعية، العروسة مع البشري، المصرية الشديدة اللي خلت المصريين يحبوا الشخصيات دي وتبقى تخش قلوبهم ووجدانهم عشان شكلهم. يعني ما فيش بيت ما فيهوش طنط شفيقة، ست المتسلطة الهانم، ما فيش حارة مصرية ما فيهاش عم شكشك اللي هو الرجل اللي هو قاعد بس عايش ماسك الجورنال واقف في الشباك بينقد الحارة كل حاجة مش عاجباه، بيشاكس كل مش بيشاكس، هو كل السلبيات، هو راجل إيجابي جدا وراجل مؤدب قوي، بيعامل باباه، عمل لباباك على فكرة، عمل لأستاذ رحمي، عمل لشكشك باباه، وكان هذا الرجل الكبير ده كان قديه محترم مع باباه ويحترم باباه وحاضر يا بابا، ويعني هو مؤدب قوي وإيجابي قوي وكل همه يصلح الغلطات. ففيش برضو بيت مفهوش البنت والولد، بوجي وطمطم. وبعدين هو كفنان متميز في هذا الفن كان رحمي، رحمي ده في مصر ماركة، عروسة رحمي هي تخش الوجدان وهي اللي باقية وهي اللي عايشة طبعا. بوجي وطمطم البنت والولد عاملها أرنبة وعاملها قرد، بس ما حدش ملاحظ ان هي أرنبة وقرد، انت لاحظت ان هي أرنبة وقرد؟ لا هم اخوات. ايوه هم اخوات. لا بس يعني هم بجد الاجواء خلتونا نحس فعلا وكان رمضان خلاص على الابواب. انا هستاذنك واستاذنكم، هنروح لفاصل ونرجع يعني نشوف حركه طمطم كانت عامله ازاي، وحركه بوجي كانت عامله ازاي، وازاي بيتم تحريكهم برضو، لانه حضرتك مصممه ايضا للعرائس. وهو مصمم بس كنتي بتستعمل لا لا الحركه. لا لا انا بنفذ شغله. أيوة نفذتي انا بنفذ، انا مصممه. أيوة عندي لا هو مصمم، قصدي انت كنتي بتعرفي تحركيها. ما انا مصممه لازم اعرف وانا بصمم شخصيه لازم اعرف احرك أكيد. فانا طمطم دي انا منفذه، هو المصمم بس رحمي المصمم. تمام خلينا ناخد فاصل، استاذنكم هناخد فاصل سريع ونرجع نكمل بجد اجواء رمضان خصيصا ليكم في بليت للكل. زي ما انتم شايفين من الاغاني الحلوه الاغاني رمضان، بنكمل معاكم بيت للكل، واحنا لسه معاكم مع عالم العرائس بتاع رحمي الفنان الكبير المبدع المصري، وتحديدا بوجي وطمطم. بوجي وطمطم قعدوا كم سنه على الشاشه؟ قعدوا 18 سنه. 18 سنه ده كانوا كبروا، بداوا اطفال يعني وكبروا. لا ما كبروش، العجوزه تبقى ثابته طبعا. لا انا اقصد سنه تنها لا كبروا يعني في العمر، احنا كبرنا معاها عجوزه زي ما هي، العجوزه تبقى ثابته. ممكن نتكلم مع طمطم؟ اتفضلي يلا كده. انا يا طنط شفكي. ايوه انا بحبك قوي طبعا، وانا والله أنا يا طمطم بحبك قوي. شغل الفنان رحمي ده كان كامل من كله، ايوه من الخط للتشكيل للدور الدرامي حتى الحركه والصوت، تسميه الاسم هو اللي بيسمي الاسامي. طمطم ده دلع الاسم المصري دلع فاطمه، فانا بابا رحمي عاملني مصريه، اسمي طمطم دلع فاطمه، وانا جميله ولازم ابقى في رمضان عشان هو رمضان عمل حاله رمضانيه جميله، بوجي وطمطم في رمضان، ادي الاسم وادي العنوان، برنامج صبيان بناتي وبرضه رجال. طب المجهود الكبير ده مين اللي كان بيقوم بالتحريك بقى وتصوير فيديو؟ ما كانش فيه امكانيات هو كتيره وقتها. إيه يا محبيب قلبي، ده مسلسل كبير. مسلسل كبير، من اول ما بنعمل خلاص عملنا شخصيات، هو الاول بيعمل الفكره، بيكتب الدراما، بنعمل ترابيزه، بروفه ترابيزه للفنانين، كل واحد بيعمل دوره، بياخد سجل صوت، بعد كده الصوره في استوديو بقى، اي استوديو في التلفزيون. فكان الصوره بينعمل لها ديكور، طبعا العروسه بيبقى لها حسب ما حسب وقتها او حسب دراما بيبقى لها زي، ممكن يكون مثلا زي مثلا عادي لبس اطفال عادي. مره كانت مثلا في مسلسل كنا مصور في الاقصر، كان لها لابسه لبس فرعوني،
مثلا في رشيد لابسه لبس رشيدي، فهي ازياء بتتعمل لها حسب الدراما. حسب حرام. الدراما تعبناك يا طمطم. لا 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 طمطم يا سنه مش عارفه، بس هي طمطم، هي طمطم حبيبتي دي، فهي حامله بهجه في الشاشه من الصوت والاغاني، بيكتبني اكبر فنان مصري الاستاذ صلاح جاهين. اما يكتب اغنيه صلاح جاهين اول موسم وثاني موسم، الاستاذ صلاح جاهين هذا العبقري يؤمن بوجه طمطم، يكتب لها التتر والاغاني. وعين هو توفاه الله سنة 86، اللي كمل بعديه ابنه الشاعر الجميل بهاء جاهين. طب هاي الدمى شو بتمثل لك انت؟ الدمى دي هي دي بوجو طمطم بالذات، انا عارفه قيمتها وقد ايه ارتبطت بها وجدان الطفل المصري والعربي. فانا محافظه عليها قوي، ولما عشان هي تراث يعني مش ملكي انا دلوقتي، هو ملك الطفل المصري والعربي. فانا عارفه قيمتها قوي، فانا كمصممه عرايس وكنت انا بعملها بايدي، فالعرايس دي الخامه بتدوب يعني، مثلا ده الكرك ده ريش يعني ممكن قوي يبوظ، فاي حاجه لازم تتعمل هتبوظ تتعمل من اول وجديد. العرايس اتعملت كذا مره بعد وفاته، يمكن اكتر من 3 مرات، بس ايه لشكشك وباباه هو اللي نحتهم بايده، فعشان كده انا محافظه عليهم قوي ما تعملوش تاني، هي النسخه اللي عاملها بايده. فالعرايس دي يعني انا دلوقتي بتمنى ان الطفل المصري والعربي يتعمل له نص جيد وكتاب حاسين بالشخصيات وعارفين قيمتها، ويعملوا للطفل دلوقتي الموجود هي العروسه ثابته زي ما هي، بس الفكره والموضوع والكتابه هي اللي تبقى ممكن نضيف لها حداثه، بس هو الطفل هو الطفل والوجدان هو الوجدان والتربيه هي التربيه والعادات هي العادات، فيعني احنا مش هنبعد قوي، بس ايه بس حداثه بسيطه بس. فالكاتب دلوقتي عنده مهمه صعبه ان هو ازاي يجذب الطفل اللي عنده كل حاجه للشخصيات دي طبعاً ويشوفها طبعاً. ده في مهمه الكاتب طبعا. هلا يمكن بعد هالسنوات الطويله والعشر الطويله مع هاي الشخصيات يعني اكيد صاروا يعنوا لك شيء، ده كل حياتي عشرة عمر حياتي كلها مع هذا الفنان هذا المسلسل. انا اتجوزته اول سنه ظهور بوجو طمطم، فحياتنا في البيت حياتنا في البيت كل حياتنا ابداع وشغل، وقعدنا ناخد جوائز ونروح مهرجانات ونعمل استعراضات وعملنا استعراض جميل قوي، اوبريت اللعبه خد جوائز عالميه طبعا، كان كاتبه الاستاذ صلاح جاهين ونيلي الجميله العالميه نيلي مع فنان رحمي حضر له انا وهو حضرنا له الماسكات والعرايس سنتين عشان عمل 200 ماسك لهذا الاوبريت، فكل شغله كان بيعمله بحب شديد وباخلاص شديد، فيوصل وياخد جوائز وعمل حاله من الابداع، كان حياتنا كلها ابداع وجوائز وعرايس حلوه وشخصيات حلوه، ومره يعمل فلافيل ومره يعمل حورس ومره يعمل طنط شفيقه ومره يعمل يعني، هو الاول بدا بوجو طمطم وزيكا وزيكو، وبعد كده بقى تهيله كبيره كل سنه حسب الدراما بيزود شخصيه. طب انا يعني بما ان احنا بنتكلم على فنان كبير بقيمه رحمي والله، وبنتكلم على الشخصيات، لما بقى بيدخل رمضان قبليه التحضير يعني تصوير في الاستوديو بتصوروا حاجات وبتعملوا وبعدين تبدا الاذاعه على الهواء، كمان بيبقوا يعني بيخلصها قبل رمضان ولا بيبقى في شغل وقت رمضان؟ لا كان بيبقى ساعات كتير قوي، ساعات يبقى تعبان يبقى في شغل في رمضان، وكمان جو رمضان ده ساعات يبقى جميل قوي. جو رمضان ده جميل قوي في الشغل، والاستوديوهات كلها شغاله وحاله جميله وسحور بره في الاستوديوهات، فيبقى في رمضان في كان حاله حلوه قوي في مصر. انا بالنسبه لبوجو طمطم كان كتير قوي كان يشتغل في ايام رمضان. ست فوقية يعني احكي لنا شوي عن صدى هذا البرنامج في العالم العربي، يا ريت لو تحكي لنا عنه ونعمل وناخذ هيك حوار صغير ما بين طمطم. يا حبيبي هو الصدى بعد وفاته، من غير ما اقول بعد وفاه رحمي ب 22 سنه بوجو طمطم رمضان دخول رمضان، هي رمضان في مصر بوجو طمطم، تلاقي كل الشارع بوجو طمطم والكلام عن بوجو طمطم، وبوجو طمطم اصل كان عامله حاله في رمضانيه في رمضان بوجو طمطم في رمضان. لا وبيتعملوا دلوقتي بيتباعوا
يتحطوا كده على مفارش وعلى حاجات. الحاجات دي ماشي المصريين بيحبوها، لكن اللي بيبيعوا اللي في تاجر بقى يعني جامد او كبير عاملهم في الصين ده تعدى على الملكيه الفكريه. فانا مش سايباها ده بينه وبينه يعني قضاء طبعا، على حسب ان دي ملكيه فكريه وهو ما جناش يعني حقوقها حقوق دي بقى هو تعدى عليها وعملها بقاله سنين وبيبيع وكسب كتير قوي، ده ما ينفعش. فيعني احنا حاجتنا المصريه دي احنا لازم نحافظ عليها مش نسلبها يعني. طيب ست فوقيه، يعني حابين نفرج المشاهدين خاصة إنه يمكن في فلسطين وفي الأردن وزميلنا أحمد من العراق إحنا بنعرفهم وسامعين فيهم وشفنا هيك أشياء بسيطة، بس ما شفنا يعني داخل الاستوديو، حابين نشوف كيف الشخصيات عمالها بتلعب دور، فحابين منك هلأ في الاستوديو تفرجينا. هو كان فنان متميز في شغله قوي، كان يعمل كل شغله ما فيش يعني باخلاص شديد قوي. لما عمل بوجو طمطم هو بيشتغل كتير قوي قبل بوجو طمطم 20 سنه في التلفزيون، في محركين بتوع التلفزيون وبتوع المسرح يعني هم دول اللي كانوا موجودين في التلفزيون بيعملوا كل البرامج. فلما عمل بوجو طمطم المحركين دول ما ادوش اللي هو عايزه. طيب ست فوقيه احنا بدنا نشوف، جاب فريق من الباليه اللي مسك بوجو طمطم، فريق باليه راقصين الباليه يعملوا معاه الاستعراضات ويحركوا بوجو طمطم. طيب ست فوقيه بدنا نشوف مشهد من ايه؟ من بوجي ولا طمطم؟ من اللي عايزه. بوجي. أو يعني هنشوفه على الهواء. هنتفرج مع المشاهدين. هنتفرج مع المشاهدين على المشهد. بوجي وطمطم فتحوا نفسنا القطايف والكنافة يعني. طيب كان بيحصل إعادات على الهواء؟ يعني بوجي يغلط طمطم تغلط يعيدوا على الهواء مونتاج؟ لا احنا مفيش هواء، ده تسجيل. ده احنا بنسجل صوت الأول وبعدين منتج الحلقات وبنسجل بقى الصورة في الديكور. طب ما كانش يحس يقول لك لا أنا عايز بوجي يبقى متحمس اديني أداء أكتر يعني. هو لما وصل الفريق ده هو ما كانش بيقول لهم أي حاجة عشان كانوا هايلين. كان لما الواحد منهم يمسك العروسة يبقى خلاص راح مشيت دماغه من التحريك وبيشتغل حاجة تانية. هم فعلا عملوا حاجة حلوة قوي في شغل بوجو طمطم اللي هم يعني بيسمعوا مزيكا وبيرفعوا ايديهم كتير وبيرقصوا، فهم اختار فرقة حلوة قوي عمل تحريك كل بوجو طمطم من أول موسم لآخر موسم. طيب ست فوقيه أنا خطر على بالي السؤال الآن، يمكن الأستاذ يونس الشلبي الله يرحمه يعني وقدم أشياء لا يمكن أن تنسى يعني في التاريخ الفني العربي، وايضا الشخصيه الاخرى نفس الشيء الفنانه هالة فاخر. الان لو فكرتي انه مثلا يمثلوا ادوار او يتقمصوا يعني ادوار للشخصيتين يعني مين ممكن لا ما هي شخصيه دي بوجو طمطم بقالي كتير قوي عايزه يعني اللي يكتب لبوجو طمطم الاول النص يبقى بوجو طمطم الرساله مظبوطه كلامهم مظبوط يعني كل ده يعني ايوه يعني ممكن هاله موجوده موجوده احنا عايزين بوجي بس الاستاذ يعني مثلا يعني الفنان الكبير يونس شلبي مثلا الان كيف ما هو دلوقتي اللي هيحصل انا الشخصيه مرتبطه بالصوت والصوره والشكل هي واحد لازم اجيب الممثل بيقلد صوت بوجي واعمل مسابقه لاحسن صوت لبوجي ويبقى هو ده هيبقى صوت بوجي اللي هو يونس شلبي لكن فيه شخصيات موجوده المدام هاله الله يديها الصحه الاستاذ رأفت الاستاذ رضا الجمال بيعمل شكشك وباباه مدام انعام موجوده هو بس اللي هيبقى مش موجود الاستاذ بوجي وماهر سليم اللي هو زيكا وسيد عزمي اللي هو زيكو يعني بوجي واصدقائه دول اللي هيبقوا تقليد الاصوات او يعني بيقلدوا في ناس بتقلد الاصوات. طيب ست فوقيه يعني ترك لك مسؤوليه كبيره الفنان الراحل رحمي. أيوة. يعني هذا انعكس على انه المحتوى اللي بده يتقدم للطفل العربي والمشاهد العربي بشكل عام لازم يكون على مستوى يليق بذهن المشاهد العربي اليوم بال 2023. أيوة. شو ممكن المحتوى اللي يقدم الان على الشاشه العربيه من خلال هاي العرايس؟ المحتوى وعاداتنا وتقاليدنا ووجداننا واحد. يعني ما الطفل ما بيتغيرش، البني ادم ما بيتغيرش، الطفل بيبقى مولود بالفطر، احنا اللي بنشكله. مين بيشكله؟ الكتابه، البرنامج، المسلسل، الفيلم، كل ده الفنانين اللي بيدوا للطفل. وكمان بقول لهم رساله الطفل اصعب وارقى طبعا. وهي اللي باقيه عن الشغل الكبير. فهي الطفل احنا اللي بنديله واحنا اللي بنعمله. وفي مشاكل جديده اليوم عم بتواجه المشاكل تتعمل في المسلسل بالزبط. في الدراما بالزبط. في الكتابه بس يعني انا بعمل للطفل مش لازم ادخله مشاكل. بدي الطفل وادي له عاداته وادي له تقاليده حتى لو في حداثه في موبايلات في مش عارفه ايه. فلازم مثلا الطفل دلوقتي ماسك التليفون على طول انا ممكن اعمل له ان ده غلط ان ده ما ينفعش نمسك التليفون على طول يطلع يلعب
يعني يقرا يكتب يرسم يعمل هوايات تانية مهمة. طيب طبعاً. انا عايزه اعرف بقى من حضرتك فضل. يعني الفنان رحمي بهذا العالم اللي هو عايش معاه 18 سنه بوجي وطمطم في البيت بقى بعيدا عن بوجي وطمطم بيعمل ايه؟ مشغول بيهم برضو ولا زوج عادي بقى؟ لا هو زوج، لا هو رحمي مش عادي، راجل مش مصري كده عادي بيعرف الحاجات وحاجات في البيت وايه اللي هناكل ولا لا لا لا، هي راجل فنان كل حياته وكل متعته قهوته وسيجارته الورقه والقلم، يكتب ويصمم شخصيات ويكتب افكار ويصمم شخصيات ونشتغل بقى. مثلا هنشتغل السنه دي بوجو تمتم، السنه بتاخد من عمرنا في السنه 6 شهور. فكان هو ما بيعملش في السنه، ما يقدرش يعمل الا بوجو تمتم واوبريت استعراضات، مره اللعبه مره اوبريت حورس مره اوبريت عوده فلافيل، يعني هو الاوبريت برضه ياخد منه مجهود جامد من تحضير العرايس والماسكات بس ده بيبقى اغاني، بيبقى شاعر اغاني بيكتب الاغاني والتلحين وبيبقى اوبريت. فهو كان عامل حاجه اسمها طبعا غير اللعبه، اللعبه دي كانت مش هيتكرر تاني طبعاً. عشان الثلاثه يعني سالوس الاستاذ صلاح جاهين الساحره نيلي رحمي طبعاً. مش هيتكرروا يعني. هو عمل عودة حورس برضو، خد الجوايز في مهرجان سينما الطفل. كان عنده حكاية كده مع حورس أنا أحب أحكيها، يعني إن هو كان عاملها للدورة الأفريقية لما كان هيطلع يفتح الدورة بيعمل جناحه كده يبقى الدورة اتفتحت. فهو كان وزير الشباب ساعتها عبد النعم عمارة، فهو عشان ياخد أجره رحمي الوزارة الشباب هتاخد الإيه الماسك ده، فهو لا الحاجات دي عنده غاليه قوي يعني اغلى من ولاده طبعا، مجهوده وتعبه وفكره أكيد. وحورس أكيد. حورس أكيد. كان بيعمله بحب شديد عشان الحورس الفرعوني، فهو عنده حاجه جامده قوي. فلما قال له لا انا مش هعمل مش هاخد اجري، انا هاخد عروس واروح، وانا عملت حورس هديه للدوره. فهو عمل بيهم بقى، عمل بقى اوبريت خد جايزه، عمل حورس راجع من الاساطير، في بيقول للاطفال مصر انت عملت ايه لمصر، اللي يقول له مثلا انت عملت ايه، وانا بحب النيل. هو رحمي هيفضل فنان رحمي في كل فنان. ما قدمه الف رحمه ونور عليه الفنان محمود هو رحمي. كان عنده حاجه كمان حلوه قوي معلش عشان هو كان كمان هو كان اصل احنا مدفع رمضان هيضرب علينا هو كان مهموم بالغذاء العربيه، يعني لما كان هو كان عنده في نقابه السينمائيين وكان بيروح العراق ايام الحصار عشان فك الحصار، فلما قد ايه كان سعيد ان في الطفل العراقي وهو في حاله صعبه قوي مش لاقي ساندوتش مش لاقي قلم ان هو بيشوف شغله وبيسعده. فدي كانت عامله له حاله من الحب وحاله من الف رحمه ونور عليه الفنان. اهلا بيكم، انتم منورين مصر وشبكه منوره ومنورين كل الدنيا. الله يخليك، كل سنه طيبين ورمضان كريم وبوجو تمتم بخير وانت طيبين يا رب. استاذه فوقيه خفاجي شكرا كثير لك على حضورك معنا في برنامج بيت للكل، ونتمنى انه هالذكريات هاي نرجع نشوفها كمان مره على الشاشه لكل المشاهدين العرب حول العالم. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيت للكل، قرب شهر الخير وشهر رمضان، وكل عام وانتم بألف ألف خير.